تريد أن تصلك البرامج والأخبار وآخر التطورات في النمسا؟ نحن نساعدك على ذلك. اضغط على زر الإعجاب واجعل أخبار الصفحة في المقدمة. إنفوغراب لنكتب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في برنامجكم حديث النمسا. نرحب بكم من العاصمة النمساوية فيينا من الحي 12 تحديدا وحي الأستاذ عمر الراوي نفسه الذي يقطن فيه أساسا. زيارة السيد عمر الراوي عضو برلمان مدينة فيينا إلى العراق أثارت الكثير من الأسئلة والكثير من الاستفسارات، وأيضا الكثير هم من شكروا وحمدوا بتلك الزيارة التي لربما نظر لها البعض في يعني في نقل تجربة حقيقية من أوروبا، من أفضل مدينة للعيش في العالم إلى أسوأ مدينة للعيش في العالم وهي بغداد. الموضوع أثار الأسئلة الكثيرة على مواقع التواصل الاجتماعية. أستاذ عمر الراوي من خلال صفحته المعروفة باسم عمر الراوي الموثقة والتي وثق بها يعني مراحل زيارته إلى العراق والشخصيات التي التقاها وحتى جيرانه وحتى مدرسته وحتى بعض السياسيين والمزارات المعروفة في العراق. يسعدنا أن نرحب جميعا باستديو حديث النمسا مع الأستاذ عمر الراوي. أستاذ تحية لكم وشكرا لكم على زيارتنا دائما في استديو حديث النمسا. شكرا على الدعوة أخ أحمد. يعني صراحة أستاذ فعلا لا أعلم كيف أبدأ معك، ولكن بزيارتكم إلى وطنكم بعد 35 عام ولا أكثر 38 عام من الهجرة أو الاغتراب أو الابتعاد عن وطنكم، ما هي الصورة التي وجدتموها عندما زرتم بيتكم ووطنكم بعد 38 عام؟ تحديداً أنا تركت العراق قبل 40 عاماً، ولكن آخر زيارة كانت قبل 38 سنة. طبعاً انقطاع 38 سنة يجعل كل شيء يتغير. يعني بغداد أنا عندما أتجول فيها ويقول لي هذه منطقة الصالحية، هذه منطقة المنصور، هذه منطقة الوزيرية، هذه الأعظمية، أنا أتذكره اسماً وربما أتصور ملامحها، ولكن الصراحة لم أتعرف على شيء منها إلا الشيء اليسير. فالمدينة تغيرت تغيراً يعني كبغداد القديمة مثلاً أو طبعاً يا أخي تغيرت أولاً لأن تغيرت مبانيها، طريقة طرقها تغيرت لأسباب أمنية، تغيرت للحواجز والقواطع الأمنية، فهناك تغيير كبير. فبغداد كما وجدتها خيراً مما كنت أتوقع، ولكن أظن أن لها وللعراق كاملة تحديات كبيرة لمواجهة الصعاب والنهوض إلى حياة كريمة لجميع مواطنيه. ولكن طبعا كانت زيارة مليئة بالانطباعات، مليئة بكثير من الأمور. لم أخلد إلى النوم إلا الشيء اليسير. كنت يوميا لا أنام قبل الساعة 3 فجرا، يبدأ برنامجي الساعة 8 صباحا. وسبب الزيارة حتى أقولها، لأن في هناك كثير من الأسباب، السبب الرئيسي هو الدعوة التي وجهت إلى ولاية فيينا وأنا مثلت حاكم الولاية. طبعاً هذا سؤال صراحة الذي سبقتني فيه، هل كانت إلى أي حد زيارتكم كانت شخصية وإلى أي حد كانت زيارتكم رسمية إلى العراق؟ لا أخي، هي زيارة رسمية لأنها دعوة من أمانة بغداد إلي شخصياً وإلى حاكم الولاية. حاكم الولاية اعتذر وكلفني بما أنني مدعو أن أمثله في هذه الزيارة. هذا هو السبب الرئيسي. الهدف الثاني الذي رافقني في هذه الزيارة محاولة أن أكسب الانطباعات الشخصية. كل شخص تسمع عند الكثير من الأمور، من الأخبار، من ما يتكلمه الناس، ولكن الانطباع الشخصي مهم جدا. هذا الذي كنت أرمو إليه. أيضا الشغلة الثالثة، أردت أن أبعث الأمل في كثير من المواطنين في العراق، لأن أعتقد أنهم في حالة يحتاجون إلى من يمد لهم اليد ومن يبعث فيهم الأمل. المسألة الرابعة، أن من تأتي من الخارج
يكون لك القدرة على التشخيص بصورة سهلة جدا. يعني الذي يأتي من الخارج وليس له تطرف في اتجاه واحد ولم يكن هو جزء من مشكلة، يستطيع التجرد أو يكون عنده التجرد في هذه المسألة. والمسألة الرابعة التي أحببت أن أكون سبب للزيارة هي أيضا أن أبث مثلا جديدا لروح التسامح للتعامل مع الجميع، وكيف يمكنك كشخصية أي ما كنت أن تكون تحتضن الجميع، تتكلم مع الجميع، وأيضا في نفس الوقت أن تكون حاميا للأقليات التي تسكن في العراق. نحن دائما نتهم في أوروبا أننا فقط ندافع عن المسلمين والجالية المسلمة في هذه البلاد والجالية العربية، ولا نعبأ لما يحصل للأقليات في بلادنا. وأنا حببت أن أدحض هذه المقولة بالذات. زرنا جميع الأقليات في هذه بلادنا وبعثنا إليهم الأمل وقلنا لهم نحن ندعمكم في أي مشكلة أنتم تواجهونها. يعني حاولت تنقل صورة من داخل العراق أنه كافة الطوائف أو كافة التشكيلات التي تعيش في المجتمع العراقي هي متناغمة يعني متوافقة مع بعضها ويعيشون، ولا توجد هذه النظرة النمطية التي تحملها أوروبا عن الشرق. لا بالعكس، للأسف التناغم تاريخيا كان موجود، والعراق مر بفترة شرسة من الطائفية، مر بفترة ظالمة من التناحر. أنا أحببت أن أعيد فيهم فكرة التعايش السلمي، وأنا لا أقول فقط التعايش السلمي وإنما التحابب بين هؤلاء الأطياف. وفي نفس الوقت أقول أيضا للضعفاء في هذه البلاد، منها مثلا طوائف المسيحية أو الصابئة أو طوائف أخرى، تم لهم يعني حصلوا على كوارث من الأيزيديين مثلا في العراق، كذلك هناك قلة قليلة جدا من بقايا الطائفة اليهودية الذين نحاول أن نتغاضى وكأنهم لا يجون، هو جزء من التاريخ العراقي. هؤلاء أحببت أن لا ينسى الإنسان تواجدهم كجزء من الشريحة العراقية، وذهابهم واختفائهم هو في الأخير خسارة للنسيج المجتمع العراقي. لأنهم إثراء التعددية، هي إثراء، لأن كل واحد يعطي شيء جديد في هذه الحضارة في هذه الثقافة. فأحببت أن أقول لا ننسى أننا أيضا لا ننسى ضعفائنا في هذه البلد، وضعفائهم ليس فقط المسحوقين من الطبقة الاقتصادية وإنما أيضا من الأقليات الذين لا يجدون من يقف معهم. وكذلك ننقل رسالة إلى الغرب أننا عندما نقول نحن ضد التمييز، ضد الأقليات في النمسا أو في أوروبا، ضد ظاهرة الإسلاموفوبيا، عليك أن تكون لديك المصداقية. أنت إن كنت مع الأقليات ومع الضعفاء فإنك تقف معهم أينما كانوا، كانوا في بلادك أو كانوا في النمسا. جميل جدا. يعني معلش أستاذ راوي، لو بدأت معك باعتبار أنه كما تفضلت أنه زيارتك رسمية كانت، من استقبلك في مطار بغداد؟ استقبلني في مطار بغداد مدير علاقات الخارجية لأمانة بغداد، الجهة الداعمة لذلك، هي التي استقبلتني ونقلتني إلى الفندق. بدأت زيارتي بأداء صلاة الجمعة في العظمية في مسجد أبو النعمان أبو حنيفة النعمان أبو حنيفة رضوان الله عليه، وهو أحد أعلام مدينة بغداد. ثم كان هناك لقاء مع ممثلين للجالية اليهودية القليلة جدا اللي أصبحوا على عدد الأصابع. ثم ذهبنا في اليوم الثاني إلى بابل لنرى الحضارة التاريخية للعراق. جميل. ثم إلى العتبات المقدسة. سنأتي إن شاء الله على هاي التفاصيل كلها اللي حضرتك متفضل فيها. أيضا في معلش موضوع المحور الأول إنه هو إلى أي حد هي إنه زيارتك كانت رسمية. بعد زيارتك من العراق ككل باعتبار أنك زرت بعض المناطق الأخرى، هل أعددت أي تقرير عن زيارتك وهل قدمته لأي جهة موجودة هنا في النمسا؟ لا أخي، أنا لم أبعث كجاسوس. لا عفوا، كتقرير عن زيارتك. لا أنا طبعا أنا سأكتب انطباعاتي. صراحة لا أدري إن كنت سأقدم هذا كتقرير أم سأتركه في يعني باعتبار أنكم مبعوثين من بلدية فيينا، باعتبار توصلون حكومة فيينا،
يعني ألا يجب بشكل أو بآخر أن يكون لا يوجد؟ لا يجب يعني السؤال هل لا يجب؟ يجب؟ لا لا نعم يجب، لا يجب. نعم. ولكن الصراحة كانت الانطباعات كبيرة، والسؤال هو ليس نقل انطباعات ماذا رأيت في بغداد وهل بغداد آمنة أو غير آمنة، ليس هذا هو السؤال للأسف. يعني كثير من اللاجئين يظن نعم. أن زيارتي ستكون رح نأتي على هذا الموضوع، رح نأتي على هذا الموضوع. ما هو حتى لو طبعا. أنا أستاذ أحمد حتى لو أجب على سؤال ضمن في أحد الأجواب ضمن السؤال فاتركني نعم. أن نعم. أكمل السؤال فنختصر كثير من الوقت، لأن كل مرة سنأتي طبعا. لن نأتي طبعا. في النهاية. نحن بس حتى من مبدأ تغطية المحاور نعم. حتى تنظيم نعم. تنظيم الموضوع بأفضل شكل ممكن. طيب أستاذ راوي، يعني أنت حرصت على ما يبدو أنك تنقل يعني كافة مراحل زيارتك، الأماكن، المناطق، الشخصيات اللي زرتها تنقلها تباعا على صفحتك طبعا مع الأستاذ طرف أبغجاتي باعتبار كان مرافقك أو صديقك بهذه الرحلة. ما هي الرسالة الحقيقية التي أردت أوصالها للشارع النمساوي هنا من خلال هذه التقارير التي كنت فعليا هي تقارير إعلامية وصلت لعشرات الآلاف ولربما أحيانا أكثر من عشرات الآلاف، ويعني وفعليا هي كانت أكثر من وسائل إعلام، يعني إن كانت صراحة إن كانت محلية كانت في العراق أو إن كانت في النمسا فهي وصلت بشتى الوسائل، خاصة أنك أدرجت أيضا بعض التقارير باللغة الألمانية على صفحتك الخاصة التي هي أيضا تحمل اسمك وبحزب الـ SPÖ. مرة ثانية أخي، التقارير التي نشرتها بالألماني قليلة جدا، والتي نشرتها بالعربي أكثر كثير، وأسلوب نقل التقارير بالعربي تختلف تماما عن نقلها بالألماني. فللأسف الأخوة الذين يقرون التقارير العربية التي هي موجهة تحديدا لأهل العراق وليس للعراقيين في النمسا، فهناك رسالة أوجهها إليهم في بعث الأمل ومحاولة إصلاح حالهم ومحاولة توجيه النصائح وإيجاد طريقة لإخراجهم من مأزقهم. نعم. هذا محور. نعم. أما ما أنشره أنا في المحور النمساوي فهناك مآرب أخرى، يعني عندما مثلا موضوع في هناك لقاء لحوار الأديان كنت جزء منه في بغداد، وأدهشني صورة الحرية وكيفية التحاور بين هؤلاء، هذا إلى الآن لم أنشر عليه لا في العربي ولا في الألماني. هذا من دا أنشره في الألماني. فالهدف منه أخي تحسين سمعة المسلمين والدول الإسلامية بصورة عامة. يعني يا جماعة المسألة هي أكبر في سياستي من أنه هل هناك لاجئ في العراق في النمسا سيرفض أو لا يرفض من جراء هذا التقرير. صراحة يعني السياسة أوسع، ومصالح المسلمين ومصالح الدولة ومصالح العالم أكبر من أن دائما نجعلها في محور ضيق نراها فقط من هذه الجهة. وبعدين في النهاية أنا حتى أعيد وأقول أخي، مسألة اللجوء هي مسألة هل أنت ملاحق شخصيا نعم أو لا، لا علاقة لها بأمانة البلاد أو سلامة البلاد أو هل هناك الأمان سائد أو لا يسود. هذه يعني مسألة غريبة جدا، الذي دائما نقول نحن من مناطق ساخنة أو مناطق غير آمنة، هذه لا علاقة لها بقرار إعطاء أو رفض اللجوء في المسألة. يعني احنا طبعا صراحة الأستاذ راوي احنا تلقينا صراحة عشرات الأسئلة، يعني قدرت اجمع منها البعض اللي وردت على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة على صفحتنا كن معي مراسل مكتب المعرفة. يعني ضمن هذا الموضوع قبل ما ندخل موضوع الانتقادات التي وردت، يعني لوجيان عمران اعتقد بقول استاذ عمر لوجين عمران ايوه، ما هو الانطباع والسمه الغالبه على العراق شعبا وحكومه، سلبياته وايجابياته من خلال زيارتك ولو انها قصيره؟ هذا هو التبسيط. لا يوجد هناك تبسيط. المشكله في تشخيص الخلل، هناك عده محاور. يعني أضرب لك مثال، وهذه المشكلة لا يفهمها الجميع، عندما يذهب إنسان الآن إلى الطبيب ويقول له أنت مريض، وهو يعني مصر أن سبب مرضه لأن البيئة التي يعيش فيها غير صحية، قد تكون صحيحة لكن في نفس الوقت قد يكون المريض بالإضافة إلى البيئة الغير صحية هو طريقة حياته وثقافته وطريقة طعامه ونومه وتحركه أيضا تسيء إلى صحته. عندما الآن أنت تأتي وتشخص وتقول هناك خلل والخلل واقع هنا وهنا، وإذا أردنا أن نصلح هذا علينا أن نصلح هذا، تبدأ هنا المشاكل، الذي يقول لك أها أنت ترى الخلل عند الشعب، والآخر يقول لك أنت الخلل لماذا لا تراه في الحكومة فقط.
مش مسألة الذي يرى المسألة بتجرد ويستطيع أن يرى الخلل أينما موجودة ويحاول إصلاح الخللين، لأن لا إصلاح لخلل بخلل بتغاضي الخلل الآخر لا يتم في النهاية الحل. فهناك ناس تظن أنني أنا أداة علي أن أقول ما هو يحب أن يسمع، يعتقد أنه علي أن أشتم، علي أن أسوب، علي أن أنتقد. في بعض الأماكن قد يكون الانتقاد دبلوماسيا خيرا من أن يكون لاذعا، قد يكون الانتقاد بصورة سرية وبين أربع أعين أهون ما أن تجعله بصورة عامة. حتى في أمور التربية أنت مع أولادك، هل السؤال أنك تختلي بابنك ثم تنصحه أم توبخه أمام الجميع؟ نعم. فهذا الأسلوب صراحة الناس لا تحب أن 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 أن, أن 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 تعترف به، ثم هم يحبوك ويقدروك، ولكن لا يسمى في النهاية سر نجاحك. وهذا تصرفي أنا عمر راوي، لم أتغير كما تصرفت هذه المرة، وهذه تصرفاتي دائما. يعني تريد أن تقول أنك أنت واضح بتصرفك، واضح بالشيء اللي عم تعمله، ما عم تتصنع لأحد ولا عم تحاول أنك تبيض. لا أخي، في هناك مسألة الإنصاف، مسألة مهمة. المسألة الثانية أخي أن يكون هناك النصح، ولهذه لازم تكون بأسلوب أنك متقبل لا يتقبل منك الإنسان الآخر. وهذه من مبادئ. وبعدين لا تنسى يا جماعة أنه أنا أيضا في زيارة رسمية أمثل النمسا، هناك أعراف دبلوماسية، هناك أعراف أدبية في التعامل، هناك أعراف كيف تتصرف مع ضيفك. إن كانوا الناس لا يفهمون هذا الشيء فأنا للأسف يعني أعتذر، لكنني لست عمر أو الذي هم يحبوني أن أكون كما يتصورون في خيالهم. أنا أحمل مسؤولية أكبر من أنني فقط أرضي يعني شريحة من المجتمع تتابعنا على الفيسبوك وتظن أنني علي أن أفعل هكذا أو هكذا. طبعا أستاذ عمر، طبعا مشاهدينا متابعينا، حب أنوه أنكم بإمكانكم طرح الأسئلة بشكل مباشر فيما يتعلق في موضوع هذه الحلقة لهذا اليوم. أستاذ عمر، ماذا تخبرنا عن زيارتك للسيد حيدر العبادي رئيس الحكومة في العراق؟ أخي، هي ليس زيارة، هو لقاء. هو اللقاء. تمام. اللقاء الذي حصل كان هناك الكلام حول كيفية حل معضلة التخطيط العمراني والحضاري لمدينة بغداد، ما هي التشخيصات التي أراها أنا سببا في كثير من المشاكل التي تحصل هناك. وكان هناك طرح مني لفكرة كيفية إعادة تأطير منظر بغداد والعراق أمام المجتمع الدولي. العراق سمعته الآن إذا تتكلم مع إنسان يقول لك، عندما تقول ماذا تفكر ببغداد، لا يقول لك وادي الرافدين، بلاد ما بين النهرين، مركز الخلافة العباسية، بيت الحكمة، الجامعة المستنصرية، كل هذه الأمور اختفت للأسف، أو بابل، أو الحضارة السومرية. يقول لك للأسف داعش، الطائفية، الإرهاب، العنصرية، القتل. يعني زيارتك فهذه الفكرة السيئة الموجودة تجعل في النهاية لا تجعل هناك مستثمر يرغب في الذهاب للاستثمار، لا يجعل كفاءات عراقية ترغب في العودة، لا تجعل حتى دول عالمية تحاول فتح سفارات في هذه البلاد. فالتخلص من هذه الفكرة السيئة ليس فقط دعائيا، ولكن أيضا عمليا وحياتيا ومعايشة، علينا أن نبدأ بإعادة تأطير الفكر، فكرة التعايش بشكل سليم وجيد. وأتتني فكرة، هذه الفكرة طرحت عليها محاولة مني في تغيير وجهة نظر التفكير العام. هذه هو المسألة التي حصلت، لم نتناقش لا على اللاجئين ولا طبيعي على عودة طبيعي طبيعي لا لا، هذا الموضوع أكيد. يعني الأصل أنه تقصد أن لقائكم لم يتجاوز المواضيع الهندسية المدنية التي أنت تمثل اختصاصك الموجود في بلدية لا في هذا كمان خطأ، لأنه التخطيط العمراني هي ليس هندسية. احنا لم نتكلم عن عرض يعني الشوارع وإنما هي مسألة سياسية. يعني كمثال أخي، هناك معضلة عندما هي الناس تقول لماذا بغداد ليس كفيينا، بغداد ليس كفيينا لأن هناك عدة أمور لا يمكن مقارنة. كمثال، أمينة بغداد ليس لها صلاحيات حاكم ولاية فيينا. حاكم ولاية فيينا الآن في النمسا، لو أراد رئيس الجمهورية أن يجعل قطعة ممنوع الوقوف أمام قصره، لو السفارة الأمريكية أرادت أن تغلق الشارع التي هي فيها،
لا يتم ذلك إذا لم توافق عليه بلدية فيينا وحاكم ولاية فيينا. بينما في بغداد، أمينة بغداد إذا أرادت أن تفتح الشارع البسيط بين ساحة الفردوس وأبو نواس الذي فيه الأخوة في بغداد يعلمون فندقي أشتار وميريديان وشيراتون، لم تستطع فتحه إلا إذا وافقت وزارة الداخلية. فعندما لا تكون عندك نفس الصلاحيات لا أستطيع أن تقول لماذا لن تفعل كذا. مثلا لذلك طرحت عليه مسألة ضرورة أن يتم إقرار قانون العاصمة. قانون العاصمة يمنح العاصمة الصلاحيات التي هي لها، يمنح يجعل الأمينة منتخبة وليس معينة. السياسي الذي يكون منتخب له قبول واسع من قبل المجتمع والسياسيين لأنه انتخبه الناس. فبذلك عندما يكون هناك تساوي في الفرص تستطيع في النهاية أن تقارن. المسألة الثانية، هل أهل بغداد مستعدين مثلا أن يغيروا نمط حياتهم ويسكنوا السكن العمودي؟ هذه من الأمور التي تحتاجها كل مدن العالم الآن بتزايد نفوسها، بتزايد عدد السكان، بمعضلات السكن. لا يمكن حلها إلا بالالتجاء إلى البناء العمودي. البناء العمودي الآن تحتاج إلى مؤسسات دولة تنفذه وتصرف عليه، وتحتاج أيضا كمجتمع يتقبل أن يسكن فيه. فالمسألة ليست فقط أمانة بغداد والشعب الذي ينتظر الحل من فوق، وإنما هناك آليات. الدولة عليها أو المدينة أن توفر المواصلات العامة، ولكن في نفس الوقت الشعب لازم يكون مستعد أن يتنازل عن سيارته الشخصية ويركب المواصلات العامة للذهاب إلى العمل. فالمسألة الاثنين، الأمانة يعني تحتاج إلى نظافة وإلى إيجاد حاويات، تحتاج إلى شعب يرمي نفاياته في الحاوية وليس في الشارع. فلذلك عندما أقول التشخيص لا يتم فقط باتجاه السياسيين فقط، يقول الآخر أنت تدافع عنهم، أنت اشتروك، عندما تقول أنت يا ما أعرف إيش هلا أنت تنتقد. أنا في النهاية لست طرفا، لا في طرف سياسي، ولا أنوي أن أحصل على منصب هناك، وليس لي مطامع أن يكون لي منصب. أنا هدفي مساعدة هؤلاء الناس لإيجاد حلول. فعندما تكلمنا هذه الأمور تكلمنا عن تشخيص ما هي المشاكل. مثلا طرحت عليه أيضا مسألة الحواجز الأمنية، مسألة السيطرات. الآن أكثر سبب لزحام بغداد هو وجود سيطرات كثيرة تقف. أحد المشاكل أيضا أن أكثر نواب الشعب، ليس أكثرهم، كلهم عندهم حمايات وسيارات أمن ترافقهم. هذه استطعنا اختزالها وتقليلها، ستقلل من وطأة الازدحام في بغداد. فالتشخيص هو بجميع الاتجاهات. هذه الأمور التي تكلمنا فيها. كيف يعني من خلال لقائك في العبادي كيف قيمت شخصيته، وبنفس الوقت كيف قيمت استجابته مع هذه المقترحات أو هذه يعني الاستحسانات التي قدمتها؟ أخي اللي لاحظت أنا لاحظت عليه أنه رجل مهني صادق في تعامله. عندما تكلمت عن هذه الأمور استمع إليها فعلا بتركيز، وأخذ الورقة والقلم ودون أمور كثيرة. يعني كنت أتكلم وقل ويسجل. فهذه أنا رأيتها أن الجلسة ليست جلسة مجاملة فقط للاستقبال ولنشر صور، وإنما كانت فعلا جلسة لمدة ساعة تقريبا، كلها كان مركزة في أمور كيفية تحسين آلية إعادة تأمين وغربلة الفكر العراقي، بحيث تصبح مدينة بغداد مدينة الحوار واللقاء والحضارة كما كانت تاريخيا. كيف نستطيع الوصول إلى ذلك وتأصيل ذلك في شخصية المجتمع العراقي، كذلك المجتمع الغربي كيف ينظر إلى بغداد، ثم تداول ما هي الآليات التي يجب عملها لذلك. وهذه المسألة التطوير العمراني الحضاري عملت أنا محاضرتين في جامعة الكوفة، عملت محاضرة في جامعة بغداد، عملت ندوة في نقابة المهندسين، وعملت ندوة في كلية المعمار في جامعة بغداد. فكان اللقاء أيضا مع النخب ومع المهندسين ومع مدراء البلدية، كلهم جمعتني معهم أمينة بغداد، تكلمنا في هذه المواضيع. فالمواضيع مواضيع مهنية لكن من وجهة نظر سياسية، وليست من وجهة نظر أنه كم كيلووات أصبح الكهرباء، يعني ليس هندسية بحتة، وإنما من ناحية وجهة نظر سياسية محلية كيف تحل معضلة المدن. طيب عشان إحنا يعني مشان نحاول يعني نستبق كتير من الأسئلة وكتير من الاستفسارات اللي اللاجئين
أو الناس الجدد إن كانوا حاصلين على حق اللجوء أم لم يحصلوا على حق اللجوء أو حاصلين على الإقامة الفرعية في النمسا هنا. بصراحة ينظر الكثير أستاذ عمر بزيارتك أنها أصبحت الآن حجة لكل قاضي وللداخلية أن تقول أن العراق يعيش الأمن والأمان، والدليل نحن يعني أرسلنا خلينا نقول يعني مندوب أو خلينا نقول ممثل عن الحكومة بشكل أو بآخر يعني كما تحب أن تسميه، والعراق آمنة، فلا يحق لأي أحد أن يكون أن يأخذ حق اللجوء هنا، خاصة في حال يعني كانت مشاكله يعني ما بعرف شو نقوله يعني إنه تتعلق في المعيشة، تتعلق في الأمن والأمان الذي أنت نقلته على أن الأمن والأمان في أعلى صوره في بغداد. ماذا تجيب الناس هنا؟ أخي هذا كلام فاضي، لأنه أنا لست السياسي الوحيد الذي أزور العراق. ماذا العراق يا أخي؟ وزراء خارجية ورؤساء جمهورية وماكرون وغيره وزير خارجية فرنسا، الوفود تتوافد على بغداد، تذهب بغداد، هناك أكبر سفارة في العالم أمريكي في العالم هي في بغداد، السفارات السفارة الألمانية موجودة في بغداد، السفارة الإسبانية والدول الأوروبية موجودة في بغداد، هناك جهازات الاستخبارات والمخابرات كلها موجودة يعني هنا. هل تنفي يعني نقل صورة ما هي بغداد وأمن العراق لا يتعلق بعمر الراوي، إنما يتعلق بأمور أخرى، فهذا هذا كلام فاضي. المسألة الثانية، أنا لم أزور المحافظات الشمالية، لم أزور الموصل، لا يقال إنه إن كنت أنا في بغداد آمن، مع أنها كل العراق أصبح آمن، معناها ليس هناك ملاحقات سياسية. هذه مسألة يعني مرفوضة جدا، والصراحة الرفض وعدم قبول اللجوء العراقي أو لا يتعلق بزيارة عمر راوي غير زيارة عمر راوي، هذا قرار للأسف موجود من زمان، أنه ملف العراقيين عام أوملوا حسب رأيي بشيء من الظلم والإجحاف والتأخير والمساومة، وبالأخير يا جماعة لماذا ترموا اللوم علي؟ تعلمون كم من اللاجئين العراقيين نفسهم تركوا اللجوء ورجعوا يعني العراق؟ يعني هؤلاء الذين يكون حجة هؤلاء الحجة أخي، الحجة العراقي الذي قدم اللجوء ثم رجع إلى بلده. أنت تعلم أستاذ، تماما الذي خان هنا وقدم أنه سيعود لبلده على أنه آمن، طبعا هذا الشيء يعني أكيد أخي ليس فقط عاد إلى بلده، وإنما ينشر على الفيسبوك صوره وهو آمن وهو يبتدي البدلة العسكرية وكيف رجع للجيش وما عنده أي مشكلة. ولكن أنت تعلم أستاذ راوي أن الحكومة الحالية الممثلة في كورس وإشتراخ يعني حكومة يمينية، توجهاتها كما يصفها الكثير من المراقبون، وهم واضحون أنهم يريدون تخفيف اللاجئين، يريدين الضغط عليهم حتى من حصل على حق اللجوء. شفت أنت المشاريع، القرارات التي وضعت في الفترة الأخيرة، حتى من وصلت بلاده لمرحلة من الأمن سيعاد دراسة ملف لجوءه حتى ولو كان حاصل على اللجوء الدائم. فيعني هنا ينظر لك الكثير أنك يعني كنت سبب بشكل أو بآخر لتفاقم هذا الوضع وزعزعة من أراد أن يأتي إلى النمسا هنا، بغض النظر ممكن أن يكون فعلا ليس لديه قضية حقيقية في العراق، أراد أن يأتي إلى النمسا ليبدأ حياة جديدة، ليبدأ مستقبل جديد، ليبدأ يعني لربما تاريخ جديد، إن كان الكثير منهم يعني أصبحوا مع الأسف الشديد يلعنون تاريخهم ويلعنون أوطانهم على ما وصلت إليه اليوم، فينظرون إليك على أنك أنت اليوم ستكون سبب وحجة للحكومة، كيف تجيبهم؟ أول شيء بداية أخي، قانون اللجوء دائما كان يقول إلى 5 سنوات يتم بحث ملف هؤلاء، وإذا تبين أن سبب اللجوء اختفى فهو ينتهي. هذا ليس مسألة جديدة، ليس لها علاقة بهذه المسألة. المسألة الثانية أخي، أنا قلت وجهة نظري أنه هذا لا يتم، والمسألة الثانية أخي أنا يعني معذرة، سياستي وعلاقتي وتصرفاتي في فيينا وفي النمسا مبنية على عدة محاور، لا تكون مبنية فقط من وجهة نظر أنه أي تحرك أنا سأعمله هل سيؤثر بوجهة نظره عن المسألة. يعني لا يمكن الآن أن أوقف عملي السياسي كاملة ولا أفعل أي شيء
لأنه فقط لازم أنتبه وأدرس في كل شيء أعمله ما هي وجهة النظر. يعني صراحة أستاذ عمر يعني إحنا مشان نكون منصفين إلى حد ما، صراحة الكثير من الناس يعني فعلا ينظروا لك على أنك أنت يعني تعتبر قدوة جميلة لهم، رجل صادق بكل شيء، أكيد ينجح بحياته بالعافية عليها المنصب وهالشهرة. يعني تحية للأستاذ عمر موجود. يعني كتير صراحة أمور الناس على ما يبدو بتعول عليك أنك أنت يعني أنك أنت فعلا قدوة لكثير من العرب، مثال يعني للعرب بشكل عام. يعني في كثير صراحة الناس على ما يبدو تبني عليك. دكتور عمر إنسان جدا راقي متواضع، ما بعرف شو اسمه، هو أحد، وأقسم بالله لو يشتغل بالعراق يعني حتى الناس تتمناك صارت أنك تروح تكون يعني سياسي في العراق. يعني على ما يبدو أستاذ احنا من مبدأ أن الناس تعول عليك في الأمل الحسن، في الأمل الحسن، وليس الموضوع من مبدأ ملامة، وليس الموضوع من مبدأ يعني عفوا إهانة. طبعا في الكثير من الأسئلة والإهانات التي وردت، يعني ما رح نحن نحكيها بشكل مباشر. على ما يبدو على ما يبدو يدخل ويقرأ الناس، على ما يبدو ترى أحمد لما تكلم أنا كمان اسمعني أتكلم. يعني ما الأصل أنه الناس تبني عليك، أن تبني عليك كشخصية مميزة. لكن تسمح لي أنا أجيب أيضا. يعني صراحة لما تشوفني أتكلم هالمقاطعات هذه صراحة ما تعجبني أنا. تفضل. أخ ما في داعي أن أنت لا تقرأها. يدخل الناس إلى الصفحة ويرون الأسلوب الدنيء لبعضهم للأسف، لا يدل إلا على أخلاقهم التائسة. إن كان هؤلاء هم الذين أتوا لأخذ اللجوء، ماذا تقول لمن يعول عليك؟ أخي، لمن يعول علي، كما قلت يا أخي الفاضل، هناك في النمسا 600 أو 700 ألف مسلم ومسلمة، ليس كلهم لاجئين، فسياستي تشمل الجميع، بالذات هؤلاء الذين انتخبوني. فمسألة نقل وجه حضاري للإسلام والمسلمين والدول العربية إلى الشارع النمساوي الذي أصبح يمتاز بعداء الإسلام وعداء الأجانب والعنصرية هي مسألة أيضا كبيرة. فيعني أنا أعتقد أجبت على هذا السؤال. أنتم سألتوني ما هو سبب زيارتي، وأنا قلت ما هو سبب زيارتي، الذي ينتقدني على العين والرأس، ولكن هذا الذي حصل، ولم أندم لحظة واحدة على هذه الزيارة. وأعتقد لا نخوض في هذه المسألة أكثر مما تستحق. جميل جدا. مشاهدينا متابعينا، فاصل قصير لأقل من دقيقة ونعود إليكم. إليكم مرة أخرى مشاهدينا متابعينا، وكما أسلفت بإمكانكم توجيه أسئلتكم مباشرة على هذا اللقاء وطرحها بما يصب في محاور هذا اللقاء. طيب أستاذ راوي، يعني سأبدأ معك أيضا أنا بهذا السؤال. إلى أي حد أنت كنت مضطر لهذه الزيارة، أو أنك سعيت لها بشكل أو بآخر؟ لم أكن مضطر ولم أسعى إليها، جاءت لوحدها. أنا قلت لك أن هذه الدعوة الثالثة رفضتها مرتين، وهذه الثالثة التي نفذتها، لا سيما أن أمينة بغداد لها دعوة لزيارة بيننا من قبل حاكم الولاية، وكان المزمع أو الموعد أن يكون الأسبوع القادم، لكن تم تأجيلها للتغييرات التي حصلت في ولاية بيننا واستلام عمدة جديدة، ف تم تأجيلها إلى هذا الوقت. فكانت هي صراحة كمقدمة للتحضير لهذه الزيارة، وتبادل عرفي ودبلوماسي بين المدن. أنا
غدا مسافر إلى زغرب، قبلها كنت في مالمو. يعني العلاقات مع المدن الأخرى، لماذا أو إيش معنى أن تكون بغداد خارج اللعبة؟ أنا لا أفهم الصراحة ما هو وجهة النقد، ولماذا لا يريدون أن تكون بغداد؟ لا ننسى في بغداد هناك 6 ملايين ناس ساكنين، أليس لهم حق أيضا أن يكون لهم نصيب من الحياة؟ أليس لهم يكون حق أن واحد ينمو بوضعهم، أن يحل مشاكلهم؟ هل هم العراقيين فقط الذين موجودين في النمسا الذين يؤخذون بنظر الاعتبار؟ سؤال وردني صراحة على الرسائل من منذر الحجي، يقول لك: الكثير من الميليشيات العراقية تشارك الآن في قمع الثورة السورية في سوريا، منها زينبيون وفاطميون وهذه الأسماء التي يستخدمونها، وهي تحت رعاية الحكومة العراقية بشكل أو بآخر، أو تحت تغاضي كامل عنهم يعني، وهم يشاركون في الجرائم وفي الإرهاب الذي ترتكبه كل القوى المتشاركة على قتل وقمع وتهجير وتغييب وكما تحب أن تسميها للشعب السوري. ماذا تجيبهم هنا؟ وأنت يعني عفوا، السؤال هنا أنك ذهبت لهذه الحكومة العراقية التي تشارك في المجازر التي تحدث في سوريا. أخي الفاضل، مرة ثانية ولا نفتح، أنا صراحة هذه المزايدات لا أحبها. يعني هو كمقارنة رجاء لا ندخل الآن الملف السوري في هذه المسألة. إذا المسألة أصبحت البرنامج الآن موضوع بشار الأسد والميليشيات، لا أخي، هذه لا داعي لهذه الأساليب. أنا أتتني دعوة من أمانة بغداد، أنا زرت أمانة بغداد، تعرف موقفي واضح مما يحدث من الجرائم في سوريا، لا أرضى بما يحدث، وطول حياتي موقفي ثابت، وليس لدي أي مشكلة أن أدين أي عمل إجرامي وأي تدخل من الخارج فيما يحدث في سوريا على جميع الأنطقة، إن كانت من إيران وإن كانت من دول أخرى. فأخي الآن الدخول في تفاصيل من الميليشيات وأي حكومة عراقية تدعمها أو لا، أنا صراحة ليس علمي لها بعلم، ولا أحب أن نفتح الموضوع على هذا. يعني هو السؤال أستاذ راوي. طبعا يعني نحن أنا شخصيا أتفق معك بأنك زرت أمانة بغداد، وهذا الكلام وهذا التبادل الثقافي أو التبادل العمراني أو التبادل الفكري كما تحب أن تسميه جميل جدا، ولكن لقاءك برئيس الحكومة العبادي هناك، هل وجهت دعوة لك أم بناء على طلبك، أم يعني هذا الموضوع الذي صراحة أثار استياء الكثيرين؟ يا أخي يستأون، يعني على عين الرأس، يعني الوزير الخارجي السعودي ذهب وقابل العبادي السياسي كما قلت الأوروبي. كما قلت لك مرة ثانية يا أخي الفاضل، أنا سياسي نمساوي منتخب لكي يكون لي انطباع فيما يحدث في بغداد. وعن البرنامج الانتخابي، أنا زرت والتقيت بجميع الشرائح، التقيت بعلمانيين، التقيت بسياسيين سنة، التقيت بسياسيين شيعة، التقيت بالمجتمع المدني. فمسألة اللقاء وأخذ الانطباعات والتحاور، صراحة أنا لست ملزم أن أجيبك وأجيب أي شخص بمن أنا ألتقي ومع من أجري المحادثات في الفاضل، ولا لأحد له علي في هذه المسألة المساءلة. يعني أخي هذا هو رئيس وزراء الدولة العراقية المعترف فيها من النمسا، لها علاقات دبلوماسية مع النمسا، وأنت كسياسي منتخب يعني في هذه البلاد تتكلم مع الجميع. وإن أتى اليوم وزير خارجية إيران أو رئيس وزراء إيران وحضر النمسا وزارة ولاية فيينا، ستلتقي به. هذه هو العرف الدبلوماسي، كلما هناك علاقات دبلوماسية بين جمهورية النمسا وبين أي دولة أخرى فعليك أن تحترم هذه الأعراف السياسية. أنا لست ممثلاً لأفكار ولصراعات كما يتمناها الشخص، تلتقي بمن أو لا تلتقي بمن. إن كان هناك المسألة في شخص عليه مسألة الإجرام، تستطيع أن تقول أنني لا ألتقي ببشار الأسد أو غيره، لكن هذه المزايدات أخي ليس من طريقتي، ولا أحب أن أجيب على طراز من أسئلة من هذا الطراز. نعم. يعني صراحة أستاذي الكريم، يعني الأمور كثيرة. طيب، إجانا فيديو صراحة هذا من العراق، ويعني من بغداد، في الفترة التي كنت فيها في هذه زيارتك لبغداد. نتمنى من الكنترول يعرضوا لنا الفيديو إذا سمحتم.
اختلعت صورا ودعايات المرشحين، فيما تعرضت بعض المنازل في العاصمة للغرق، ما تسبب بخسائر مادية في الممتلكات. اختلعت صورا ودعايات المرشحين، فيما تعرضت بعض المنازل في العاصمة للغرق، ما تسبب بخسائر مادية في الممتلكات. طيب أستاذ راوي، يعني شفت هذا الفيديو بقول لك هذه أرقى المناطق في بغداد غارقة في مياه الأمطار. طيب طبعا نحن أنت لست عفوا لست بصدد الدفاع عنهم، عن سياسيين العراق أو ممثلي البلديات هناك، ولكن إلى أي حد ترى أن هذا فساد، يعني بكل ما تحمل الكلمة من معنى، إن كان فساد إداري، فساد سياسي، فساد ما أعلى على ماذا يمكن أن يسمى هذا الشيء، هذا المشهد الذي رأيته الآن؟ أخي الفضل، هذا المشهد رأيته، أنا كنت هناك، عشت هذا اللحظة. هذه أخي هذه يعني أتت مطرة أنا لم أرى مثلها في النمسا، يعني مطرت بشكل بحيث حتى اسودت السماء. انا ظننت ان السماء غربت، قال لا كلمك فتره الغروب، واتى مطر شديد بكثره. هذا المطر حتى لو في هذه القوه دخل في فيينا او دخل في اي مدينه اخرى، وحصلت ايضا في فيينا، ممكن اشبك صور فيه الـ 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 الانفاق انترست ماء، صار في مشاكل. فأنا لا أعلم الصراحة الآن أي تفاصيل ما هي مشكلة بلدية بغداد وكيف المجاري كان أو لا، ولكن هذا الماء أنا شفته، وهذا الماء اختفى بعد تقريبا 3 أو 4 ساعات. فالمزايدات هذه أنا صراحة لا أحب أن أقولها، لأن تدخل في مسألة أنه هل أمانة بغداد مقصرة. لا أدري، ربما مقصرة، ولكن فقط للمعرفة ميزانية بغداد التشغيلية 500 مليار دولار، وميزانية فيينا اللي هي مليونين، أقل من مليونين نسمة، 14 مليار يورو. يعني فشتان بين الاثنين، ما هي إمكانية هذا وإمكانية الآخر. أن هل أن البنية التحتية في بغداد تحتاج إلى كثير من الإصلاحات ومن الاستثمار، هذا شيء غير مشكوك فيه. لكن أنا في هذه الليلة قبل الأمطار كنا في اختتام مهرجان الزهور، كانت أمينة بغداد جالسة جنبي، أتاها التلفونين، غادرت الحفل، قالت أنا أعتذر، في هناك مشاكل، هناك الأنواء الجوية تقول ستأتي أمطار هائلة علينا، والله المستعان. وأصبحت كل بلدية بغداد في استنفار لمحاولة احتواء هذه المياه. ثم أدى المطر وأنا كنت هناك موجود، بشكل أنا نفسي خفت، فأنه النزول بهذا الشكل الكبير، لا توجد أي مجاري في العالم تستطيع احتواء هذه. حتى نحن في فيينا هناك مشاريع كبيرة عملناها، كيف نستطيع احتواء الأمطار الكبيرة، لأنه إذا مطرت بشكل كبير صعب احتواء. المسألة الثانية التي هي من مصيبة بغداد، أنه الأراضي التي تستطيع أن تمتص المياه بدأت تختفي، لأن كل البيوت السابقة التي كان فيها حدائق، هذه الحدائق قطعت وأفرزت كمباني، فأصبحت هذه المباني موجودة لا تستطيع الأرض امتصاصها، لأن أصبحت كلها يعني بسموها فسيجلت، يعني كلها من الجير أو من الطابوق، حتى يستطيع الماء أن يتسرب فيها. فالمشكلة عويصة كثيرا، لكن هذه ليس المصيبة. المصيبة الكبرى أنه مثلا مجاري بغداد 40% منها لا تصفى، وإنما تدخل في نهر دجلة. يعني هناك مشاكل وتحديات بيئية كبيرة. أنت لأن لم تكن عندك الإمكانيات المالية وال التي تخصص للمدينة من الصعب الحصول فيها. يعني أنت تقول دائما التركيز على المناطق الراقية، انظر إلى المناطق الشعبية التي يكتظ فيها السكان مثل مدينة الصدر. هناك مناطق تحتاج إلى استثمار كبير في موضوع السكن، في حل معضلة السكن، في إيجاد الفسح الهوائية للعائلات حتى تستطيع أن تخرج. هذه التحديات، ليست تحديات أن المنطقة الراقية أصبح فيها ماء أو لم يصبح فيها ماء.
فالسؤال هذا طبعا شيء غير مفرح الذي حصل، ولكن الحق يقال، أنا كنت موجود، هذا كان مطر فوق العادة. على فكرة ليس في العراق فقط، هناك صور أتت من سوريا لمدة في دمشق التي غرقت، أتت صور من عمان وفي مناطق شمال. يعني الوضع استثنائي، يعني تريد أن تقول أن الوضع استثنائي؟ طبعا هناك في بعض الأحيان طبعا تحدث فيها، كلما أصبح في مطر تحدث في هذه المشاكل، لا أقول لا، ولكن بالذات هذه المطر في 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 نيسان قبل أسبوع، أنا كنت موجود هناك، شفت هذه المسألة وشفت أنه بالأخير أيضا اختفى الماء بعد فترة قليلة، لن تبقى أيام كثيرة كما حصل في أمور أخرى. نعم. علي العراقي ووجدان شوكة الدوري يسألانك أنه اجتماعيا هي زيارة ناجحة، وسياسيا ألم يكن مفروض أن تقوم بزيارة لمناطق الفقراء والنازحين وبعض المخيمات؟ وأيضا تقول لك وجدان، عفوا هذاك السؤال الأول اللي من علي، وجدان تقول لك لماذا لم تزر الموصل والأنبار وصلاح الدين؟ كاتبت لك هي باللهجة العراقية، أشفت بها خلي سولف لك المأساة، يعني أن المأساة على ما يبدو أن الناس التي تعيش المأساة الحقيقية متواجدة في تلك المناطق، يعني يسألونك هل فكرت في زيارتها؟ هل أخي الفاضل، يعني هذا السؤال حلو، وأنا أضيفه، لماذا لم تزر أربيل والسليمانية، ولذا لم تزر أيضا السماوة والناصرية والبصرة، ولماذا لم تزور كركوك؟ يعني هذا لماذا تستطيع أن تعممها وتزيدها؟ أخي الدعوة من أمانة بغداد، وليس من أمانة أنبار، ولا من أمانة الموصل، ولا من أمانة المناطق الثانية اللي زرتها. أخي زرتها لأنني زرت مناقد الأئمة، لأنه زرت الإمام علي عليه السلام والحسين والعباس عليه السلام، فهذه زرت المناطق، فهي موجودة في النجف وكربلاء. لو هذه المناقد كانت في بغداد لما ذهبت إلى هذه الأماكن. فالزيارة أو بابل، حضارة بابل، فهذه المسألة الثالثة، هم نفسهم يقولون أنت لماذا تقول أن العراق آمن؟ هذه المناطق اللي ذكرتها هي اللي تعتبر المفروض غير آمنة. طب هي في المقابل يريدون أزور هذه المناطق، وإذا زرتها سيقول لك كيف تذهب هناك؟ أنت أثبتت أنها أمينة، إذا ذهبت للموصل وإلى الأنبار فأنت الآن، أو حتى للعالم، أن هذه المناطق غير مشكلة. يعني كيف ما يفعل الإنسان المسألة يأتيك الانتقاد. فأنا موجود هناك 11 يوم، العراق على فكرة مساحته يمكن 5 مرات مساحة النمسا. برنامجي كان من الساعة الثالثة، من السابعة صباحا إلى الثالثة فجرا، هذا كان برنامجي. لا أدري إذا كانوا يستطيعون أن يشقوني إلى 9 شقوق، إن شاء الله نوزعها المرة الثانية ونزور كل هذه المناطق. طيب أستاذ الكريم، ما رح نحن صراحة ما لنا يعني نحطك بوضع التوتر، أنت قلت بي يعني في الجزء الأخير قبل أن نعرض الفيديو أنك يعني لديك رؤيتك، لديك سياستك التي تطبقها أنت كسياسي نمساوي، عن يعني ليس مطالب منك أن ترضي الجميع، ليس مطالب منك أن تكون عند طلب الجميع، لديك رؤيتك الخاصة التي تعمل عليها. يعني السؤال هنا يطرح نفسه في المقابل، يعني باعتبار أنك يعني كنت في المرحلة الانتخابية والتي انتقدت أنها لم ترى حملة انتخابية في العالم بهذا الشكل، البعض اتهمك، يعني هل ممكن أن نراك في يوم من الأيام مسؤول ما في العراق؟ لا يعني أنا لا. هل عندك يعني أي نظرة، أي طموح، أي شيء من هذا القبيل بأي شكل من الأشكال؟ السؤال يعني ما الذي، هل هناك شخص يترك السكن في فيينا وفي أحسن مدينة في العالم في جودة الحياة ليذهب ليخدم في العراق ثم يأتيه هذه الانتقادات من اليمين ومن الشمال؟ يعني صراحة حتى من كان نيته خالصة في إبداء الرأي، الناس ما عجب العجب ولا الصيام في رجب. لا أخي، أنا ليس لديك أي طموح، ليس لدي لا طموح، وأنا أصلاً يا أخي لا طموح أن أستلم منصب سياسي في العراق، ولا أريد أن أصبح رئيس جمهورية العراق، ولا أريد أصبح وزيرا في العراق، ولا أريد أصبح أمين بغداد. هذه يا أخي أنا عائلتي وأهلي في فيينا، هناك من انتخبني له حق علي أن أخدمه كما صوت لي، هذا هو محور حياتي. أنا قلت دائما لا أبخل على العراق بأي شيء، إن استطاع أن أقدم شيء، إذا الناس لا تحب أن أقدم شيء كمان نقولهم جزاكم الله خيرا، ندعو لكم بالخير وخذ راحتكم، ما مجبورين يا جماعة.
فهذا التشنج، هذا اللي يظن أنني أريد أن أخذ منصب، هذا اللي يظن أنني أريد أن أنتخب. يا جماعة، أنا ذهبت ليس لأن الانتخابات، أنا ذهبت لأن معرض زهور بغداد افتتح بهذا الموعد وأغلق بغض النظر عن أي اعتبار آخر، اعتبار هناك انتخابات عن أي موضوع، عن حتى أو حتى عن يعني حتى عن توجه العراق السياسي ومواقفها من كثير من القضايا. يعني بغض النظر عن هذا الموضوع، أنت أخذت الجزئية الموجودة بأمانة بغداد بأنك يعني أنك مثلت أمانة فيينا لأمانة بغداد وزرت معرض الزهور، وعلى جانب هذا الموضوع لا أخي، بس أنت لما تلتقي أيضا بوزير الخارجية، أخي ليس كل ما يقال في الكلام وفي النقاش، هناك أعراف الكلام الذي يتم بين أربع عيون لا يباح له في الخارج، لكن أنت لما تطرح فكرة أن يكون العراق هو المركز الثقافي الحواري الذي تجتمع فيه الحضارات وتجتمع فيه الإصلاح، هو في النهاية أيضا بلد غير شرس، لا يتعامل مع جيرانه بأسلوب عدائي، يكون منار للآخرين، في الأخير تدخل فيه جميع المحاور. أنت عندما تقوي العراق وتخرجه من هذه المحنة والمأزق، ربما أيضا يخرج من 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 نفوذ دول أخرى تحاول السيطرة عليه. يعني المسألة أشوك وأصعب. إحنا للأسف عندنا تبسيط للأمور ونتعامل مع الأمور بأسلوب الأبيض والأسود، ميليشيات راحت السورية وفلان رجع من العراق والثالث راح ما بعرف وين. الأمور أعقد من هذه يا جماعة. فيعني الدول العربية، العراق جزء من جامعة الدول العربية، السياسيين الدول العربية كلهم يلتقون بسياسيين العراق، العالم يلتقي بسياسيين العراق، كانت مدعوة في واشنطن. يعني أنا لا أعرف ما هو هذا التحامل الكبير، وصراحة لا أوافق على جميع من الآراء، وهذا تنميط الناس وشيطنتهم ووضعهم والشيطنة تعم الجميع. هذا يعني على ما يبدو أن الناس محتقنة بشكل كبير، يعني بشكل أو بآخر، ونحن علينا بالاستماع للجميع، نحن كمنبر إعلامي. يعني سؤال وردنا أيضا يقول لك: هل رافقتك حماية في بغداد، وهل كانت السيارات مصفحة؟ يعني أخي الفاضل، يعني هذا سؤال أخي، يعني السيارة مصفحة، لست أنا الذي أختار السيارة التي أركبها. يعني أنا ركبت لما رحت إلى نجف وكربلاء، ركبت بسيارة عادية شباك ينفتح ولا توجد حماية. لما ركبت مرة في أو عدة مرات في بغداد كانت السيارة مصفحة. أنا لا أختار، أنا حتى لا أدري ما هي السيارة وما تصفيحها وكيف تصفح ولا تصفح. يعني الحماية التي كانت معي يا أخي هو شخصين، شخص كان يرافقني وحتى يعني يرى، وهذا المسألة ليس أنا التي أختارها يا جماعة. يعني هذه كل دولة تدعو ضيف هي مسؤولة عن حمايته. يعني في بغداد وفي العراق كان عندهم أكبر مصيبة لو أنا يحصل لي حاجة، لأنه هذه سمعة العراق تتدهور، كيف يأتي سياسي نمساوي. فالسؤال يأتي وكأنه توبيخ لي: هل كان لك حماية أم لا؟ أما حمايتي لا تقارن إطلاقا بحماية أي نائب عراقي كان هناك. النائب العراقي هناك عنده 30 حماية، أنا كان يرافقني شخص وشخصين، الناس الذي يراهم كان بعضهم أقاربي الذين معي، كان أستاذ طرف بغجاتي، كان هناك وفد كبير من مصر، من سوريا، من الأردن مشاركين، فهم يرون الناس يمشون، يرون 10 سيارات، يظن أن هذا موكبي. أنا كانت سيارتي واحدة وسيارة أخرى ترافقنا، ترى كيف يكون الطريق. طيب، جميل جدا أستاذي الكريم. سؤالي الأخير الذي يعني أتمنى أن تجيب عليه كما تحب، باعتبار أنك كما تفضلت أنت قمت بزيارة يعني عندك تطلعاتك وعندك يعني رؤيتك الخاصة لهذا الموضوع، إلى أي حد تعتقد أن زيارتك لربما ستؤثر إيجابا في الوضع العراقي؟ يعني ما بعرف، هالتجربة التي قمت بها، زيارتك 10 أيام تقريبا، 11 يوم تماما، إلى أي حد تعتقد أنها لربما أحدثت تغيير ما؟ أخي كل شيء في العالم يحدث تغيير، كل حركة، هي ما في شيء سحري يتم اليوم إلى غدا، وهي كلها في النهاية محصلة لأعمال كثيرة. فأنت، أنا أديت الدور الذي استطعت به، أنا أصبحت لي أصدقاء وناس جدد في بلدية بغداد، أنا استطعت أن أحل مشاكل بعض الناس بوجودي هناك. في ناس راسلتني قالت لي أنا عندي هذه المشكلة، ممكن تكلم فلان أو علان، استطعنا أن نحلها. لما زرنا المدرسة قال مدام بلدية بغداد معك، ساعدنا على تعبيد هذا الشارع حتى تذهب المياه الأمطار، وعدوا أن يفعلوا ذلك. هذه كلها أشياء يعني حبات صغيرة على 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 صخرة حامية تتبخر، ولكن بالتأكيد هناك تغيير، لأنه أنا حتى أسلوب
تنقلي ولقائي وتعدد لقاءاتي وتقبل الجميع واحتضانهم كانت إشارة لكثير من الشارع السياسي العراقي، إشارة كبيرة إلى السياسي العراقي كيف يمكن أن تحول مجرى حياتك. يعني في ناس قروا، أنا قرأت تعليقات، قال أستاذ عمر أنت ب 11 يوم قابلت ناس وعملت أشياء النائب العراقي لا يعملها خلال 4 سنوات. هذا في النهاية كل يتعلم من الآخر، إن كان أسلوب تعاملي التعددي واحترام الآخر ونبذ الطائفية أو حتى تجربة أوروبية بشكل أو بآخر، يعني استطعت نقلها الأوروبية حتى يعني أخي ما صار النقاش في أوروبا حتى لا القصد عفوا القصد تجربتك في الحياة في أوروبا والنظام يعني أضرب لك مثال يا أخي الفاضل، هناك أمور كلها يعني مدروسة. أنا أقول لك في مسألة واحدة، مثلا في مسألة واحدة عندما أدخل إلى أي مكان، أنا من عادتي لأني سياسي أوروبي أن أصافح الجميع، فأنا أدخل إلى مركز الشرطة يقف السيد العميد ليستقبلني، أنا أصافح ثم أصافح العريف والشرطي والشرطة الآخر والرجل الذي واقف فيه يأتي بالشايات والمصور والآخر الذي واقف فيه ينظف المرافق الصحية أصافحه، فهم يستغربون أنه ما هذه المصافحات الزايدة عن اللزوم، لأن عادة الأسلوب في البلاد العربية عموما هناك الهيبة وهناك تدخل. هذه أمور جعلت كثير، أنا حدثت حالة لم أفكر فيها، لكن في أحد النقاشات طرح آخر، ذهبنا في مدينة الحلة دخلنا إلى الحمام لكي نتوضأ، فتوضأنا بعدما توضأت للصلاة شفت أنه أنا تحتي أصبح ماء، فأنا المناديل الورقية التي أحتاجها تلقائيا نزلت إلى الأرض ومسحت الماء اللي أنا تسببت فيه، كلهم انبهروا ماذا يفعل هذا الرجل، ثم حطيته في الحاوية ثم غسلت إيدي ثم خرجت صلينا وتغدينا. بعد تقريبا 4 أيام في ندوة عم نتكلم عن موضوع النظافة، رئيس التخطيط قال أنا الآن راح أذكر شغلة شفتها وربما أستاذ عمر ما يحب أن أذكرها، شفت أنا هذه الحالة، إحنا لم نفكر في يوم في حياتنا أن نعمل هذا الشيء، إن كان هذا التصرف أدى إلى تغيير فكرة في بعض الناس ففيها شيء إيجابي، الذهاب إلى مدرستي، الذهاب إلى جاري، خفض جناح الذل، رحت إلى أصدقائي الذين كانوا صور عمر راوي الآن أتى واو ما بعرف إيش، طرقت الباب بنفسي. هذه مسألة أن تكون هناك أريحية، هناك تبسيط للعمل، السياسي لا يكون منفصل عن الشعب، يكون جزء من الشعب، يذهب إليهم، يستمع إليهم، لا يكون هناك فرق بينه وبين غيره. إن كانت هذه المسألة وصلت وبعثت بارقة الأمل في كثير من العراقيين وأصبح عندهم الفكرة أنه العراق فيه خير وممكن نغير نمط حياتنا وثقافتنا، إن هذه أثرت فأنا أديت شيء إيجابي، بالإضافة إلى الاقتراحات المهنية التي قدمتها، ولا أظن أنها ستنجح. على فكرة يا أستاذ أحمد، يعني الناس يقول لك يا ريتك أنت أصبح أمين بغداد، أنا لو أصبحت أمين بغداد واقترحت الاقتراحات اللي أراها مناسبة وضرورية لحل معضلة البديلة، 90% 95% من سكان بغداد لن يرضوا عليها، لا يدون استغناء عن السكن الأفقي، لا يدون استغناء عن استعمال يعني السيارة، يعني طبعا مثلا الثقافة من الإنسان لا يريد أن يركب دراجة. يعني أضرب لك مثال، أنا لما أتكلم على استعمال الدراجة قالوا لي بعضهم نعم لكن عندنا الثقافة أن المرأة تركب دراجة، هذا شيء مستحيل. طب ليش مستحيل؟ نعم ما بيجوز، عيب. طب ليش عيب؟ نحن كنا نستهزئ أنه في السعودية النساء لا يستطيعون سياقة السيارة، نقول لهم أيام زمان كانوا يركبوا جمال وحمار، لماذا لا يسوقون السيارة؟ طيب إذا يركبون الجمال والحمار ليش ما يركبوا أيضا الدراجة الهوائية؟ عيب. عندما اقترحت في أحد الجلسات في جلسة الحوار الديني كانوا القساوسة والأئمة يتكلمون ماذا يفعلون مظاهرة سلمية، قلت لهم لماذا لا تعمل مباراة كرة قدم بين القساوسة والأئمة؟ قالوا لا هذه صعبة. ليش صعبة؟ يعني مسألة العورة، طب يلبسوا سروال تراكسوت. قالوا لا مو مسألة العورة، هذا هيبة الإمام تختفي إذا لعب كرة قدم. ثم نستغرب لماذا في أوروبا يستطيع المضللون يصلون إلى الشباب ويكسبوهم إلى الفكر الداعشي ويستطيعون النزول إليهم، إذا احنا كان دائما فكرتنا أن الإمام لازم يكون له هيبته وبعيد وعيب وما يلعب كرة قدم. فالمسألة مسألة الثقافة، تغيير الفكر الثقافي، هذه تحدي كبير. لذلك التحدي هو ليس فقط بناء مجاري، بناء حاويات للنفايات، التحدي أنه كيف تستطيع أن ترتقي بثقافة شعب
يواكب تحديات العصر والتقدم والحضارة. هذه هي المشكلة. هذه إذا لم نبني الاثنين، أنا صراحة أكثر شيء أحزنني وضع المدارس في العراق. إحنا إن لا نستثمر في مدارسنا، هؤلاء هم اللي سيكون أجيال القادمة، هذول أفلاد أكبادنا. لما لكن دخلت أنا في أحد الصفوف كان هناك للأسف الوضع النظافي ليس موجود. لما قال المدير لماذا هذا الأسلوب، قال والله لم يأتي المستخدم الذي ينظف. قلت بالمستخدم الذي يأتي ينظف التراب والطين، ولكن هو لماذا هناك بقايا الأكل، لماذا هناك بقايا المشروبات، حاوية الكوكاكولا على الأرض. فإذا أنت كطالب ليس عندك الثقافة أنك لا ترمي بنفاياتك في صفك الذي تدرس به ثم تنتظر يأتي آخر من ينظف عنك، فالمسألة في اختلاف ثقافي كتير كبير على ما يبدو يعني. والأمور يعني دائما يمكن الجهل، التجويع، الفقر، الكذا، هاي الأمور يعني بتأدي لهالأمور اللي عم تقول عليها بشكل أو بآخر، عدم النظافة، التكابر كما تفضلت، بتروح هيبة فلان هيبة يعني. هاي الأمور يعني أجمل شيء بأوروبا أنها غير موجودة، لا يوجد يعني في الطريق تجد رئيس الوزراء، تجد الرئيس ينزل بيجيب أموره المنزلية بيده يعني صراحة، وعشرات الصور التقطت له يعني. أستاذ عمر الراوي، في نهاية هذا اللقاء أشكرك على هذه المعلومات، وأحييك على جرأتك صراحة في دفاعك عن رأيك والكثير من القضايا التي أنت وصفتها كما تريد يعني، ووضعتها في الميزان الذي تريده، بأنك أنت لديك رؤيتك الخاصة ولا أحد لديه الحق في العتب بشكل أو بآخر، لأنك أنت لا تمثل يعني لا تمثل جميع الناس. لديك مصالحك، لديك رؤيتك التي أخي ليس مصالح الشخصية. نعم. يعني أعيد أن أكرر. نعم. المسألة ليس مصالح الشخصية، وإنما هناك فكر وأمور أخرى، قد هناك أيضا موازنات، قد مسألة تكون مفيدة وفيها سلبيات، قد يكون هناك سلبيات وفيها إفادة. كما قلت المسألة ليس أبيض وأسود. نعم. فمسألة إذا أردنا أن ننهض وأن نحل مشاكلنا في النهاية عليك، حتى في أخي حتى موضوع سوريا، في النهاية في سوريا سيتم في النهاية الحل، أن يجلسوا مع بعض ويجدون صيغة للحل. السؤال متى، ومتى يخون الشخص، ومتى يصبح هذا الكلام. فمسألة التبسيط في هذه الأمور فلان علان، هذه المسألة أشوك بكثير. الآن يعني عندك الآن جلسوا في اتفق أردوغان مع الرئيس الإيراني ومع روسيا على أن يجدوا صيغة للحل. طيب الآن خلي الناس تخون أردوغان وتقول إنه هذا الرجل باع القضية السورية، كيف جلس مع الرئيس الإيراني، كيف جلس مع بوتين؟ لا نجد هذا النقد، لكن نقد عمر راوي جلس مع سياسي. النقد موجود على فكرة، النقد موجود وعلى الجميع وللجميع، لأن أي شخص وأنت تعلم هذا الموضوع، أي شخص يريد أن يعمل في السياسة عليه أن يكون ذو صدر واسع، لأنه سيتلقى الكثير من الانتقاد والتخوين والمسبات واللي بدك تسميها، ويمكن يتلقى كلمة الله يعطيك العافية. أي على فكرة أي نقد بناء، ما في إنسان لا يخطأ، وما في إنسان لا يتقبل ثقافات مختلفة، وكل واحد ينتقد بناء على ثقافته، بناء على لا لا بس واحد يعتبر المسبة يعني انتقاد يعني على سبيل المثال المسبة المقبولة. لا لا بس أنا حاب أقول يعني أنا لا أعتبر نفسي إني مصيب بكل شيء. كل إنسان ممكن يخطأ، كل إنسان ممكن أن تكون له رؤية يصححها. لا أقول هذا يعني أي نقد على عين وعلى الرأس، وأي نصيحة أهلا وسهلا فيها. أنا فقط هذا أحب أقول إنه أخي أي نصيحة أنا أتقبلها وأقرأها وأقرأ جميع هذه، لكن لما تصل إلى مسألة الأسلوب اللاذع، الأسلوب القليل الأدب، الأسلوب الذي فيه وصايا، هذا الذي لا يعجبني. أما أخي أي إنسان يقول أنا هذا أعتبره خطأ، هذا كان المفروض ما تعمله، على عين والرأس يا أخي، ما وربما يكون هو مصيب وأنا مخطئ يعني. نعم. ما في مشكلة. نعم. إن شاء الله أختم معك هذا اللقاء في هذا التعليق أعتقد علي الراوي. والله أتعجب لبعض التعليقات. الأستاذ عمر الراوي رجل نمساوي من أصل عراقي، حب يزور بلده الأصل العراقي ويزور قبر والده رحمة الله عليه والعتبات المقدسة ويلتقي بالأصدقاء والأقارب، وقام بزيارة بعض السياسيين وبعض مؤسسات الدولة وإلقاء المحاضرات واقتراح مشاريع فيما يخص التخطيط العمراني والحضري، وأراد أن ينقل صورة للعراق إلى بلده النمسا. لا تحكموا على شخص قبل أن تسمعوه، ولو هو
غني عن التعريف أشهر من النار. إذن مشاهدينا متابعينا، كان السيد الراوي على ما يبدو يعني فعلا واضحا بكل وجهات نظره التي حاولنا أن نكون معكم يعني في هذا اللقاء لنغطي كافة الأسئلة والتعليقات والاستفسارات والإساءات بأي شكل من الأشكال التي وردت على وسائل التواصل الاجتماعي في الأسبوعين الآخرين، الثلاث أسابيع الأخيرة في زيارته للنمسا وبعدها. إذن العراق بنظرة سياسي نمساوي. كان هذا لقاءنا مع المهندس عمر الراوي. أستاذ عمر الراوي، أشكرك في نهاية هذا اللقاء على المعلومات الجميلة التي قدمتها ووضحتها للمشاهدين والمتابعين، وأشكر من خلف الكاميرات كادر العمل، وأنا أحمد مراد في حديث النمسا، ونلتقيكم في حديث نمسا آخر، وأمسية سعيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.